24 اللي زدت هنا غلقها مع هذا الاسفل، فوالا هذا الشكل وكلا، وكنعتذر على لاكري لانه ما تبانش، وما بغيتش نستعمل لاكر لانه غيلصق ليا على هذا القماش، ما غاديش يتصبر، ما غاديش يتصبر او كيتصبر بصعوبه. نحيد الخلف ونفصل، غنبدا من هنا اللي قلت على المسألة ديال الفصالة، ماشي كنمنع المبتدئات باش يتابعوا الدروس، ولكن بغيتهم يستافدوا ان كنمشيو لواحد المسائل اللي ما كتكونش كتكون بعيدة علينا، او لا كنجيو من واحد قناه اخرى ولا مدرسه كتكون باقي الاثار يعني ديال طريقه التكوين ولا الطريقه باش كنتعلم كنبغي نطبقها انا، ولا كتكون هذيك الطريقه اللي تعلمتي بها باقا مأطره عليك. الأمام كنشدو المنتصف كندخلو بواحد سنتيم ونص أو كنرسم ونكمل بالمسار. دائما كيتقول من الافضل نعاود نسحب هاد الامام ونطيحو بواحد السنتيم حتى لسنتيم ونص، كنضيفها في جهة الابط ماشي في جهة العنق، كتمشي ازيرو بهاد الشكل. هذا راه غير الطرف، زلت هنا بسنتيم. بقاو لنا الكميمات غادي نصوبهم بعجالة، وغادي نشرح واحد المسألة نيت على هاد التفاوت. خط الابط هو هذا، غادي نعبر شحال بقى ليا في الكتف هنايا، بقات 23 22. قلنا بانه العرض اللي بقى لنا ارتفاع ديال التركيز فيه 22 هي اللي غادي نحط هنايا في العرض ديالكم. في الهبطة غادي ندير الصدر على جوج، غادي تعطيني 14 ونص. الطول ديالكم زائد جوج او لا ثلاثه اربعه ديال الكفافه، وغادي ندير في عرضكم 14، يعني بغيت 13 وتبقى واحد السنتيم على حساب لاكوت. هنا كندير واحد الخط شي شويه مقوس باش ما يبانش لكم مستقيم. ها تنسطر الخطوط، كندير التقويسه ديالي، شي راه معروف دابا. كاين بعض الاخوات اللي قالوا لي ودي استاذ مدام ديكاليتي الامام على الخلف بجوج السنتيم، عندكم الحق. كنقول لكم هنا لانه في الفيديو اللي كنت خدمت فيه هذاك يعني كيفاش نحيدوا البلي من الظهر وهذه المسائل، ما كملتش معكم، ما شرحتوش. هنا غنقول لكم يكفي انكم تاخذوا هنا ديك جوج سنتيم اللي ديكاليناها، دونك ها هي هكا، ونبدا الخدمه ديالكم تاع الظهر من هنا. ردوا البال، جوج سنتيم وخدمت لكم تاع الظهر من هنا، مع العلم انه هذا هو الخط اللي غادي يجي دابا على الكتف، يعني هاد جوج سنتيم اللي ديكاليتها ولا سنتيم ونص هي اللي غادي ندير الكران اللي غادي نخدم به الكتف، هذا هو اللي غادي يجي مع الكتف. غادي نقطع الكم ديالي وغادي نصوب باش ندير التعديل،
هنا درنا ديكالاج بواحد جوج سنتيم، يعني هاد التراساج اللي كان عندي في الاول وديكاليتو بجوج سنتيم للخلف. غادي نعاود نقاد هادي باش ما تبقاش، وهذه هي الجهات الامام هي الكبيره وهذه هي الجهات الخلف. والسلام عليكم. نتمنى يكون الدرس ديال اليوم مفيد، نتمنى الوضوح يكون، نتمنى الشفافية تكون، نتمنى اشتراك المعلومات، اشتراك الإفادة، تبغيو الخير لبعضياتكم، تعاونوا بعضياتكم. حتى واحد المسألة راه بالنسبة للكومونتير غالبا ضغط الوقت، وكنتمنى من الأخوات اللي كيكونوا فاهمين السؤال وفاهمين الجواب باش يجاوبوا ينوبوا بالنيابة، ولهم جزيل الشكر ولكم جزيل الشكر كاملين. ونتمنى الاستمرارية للقناة واستمرارية للفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله.